متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت شيفروليه الستارة أخيرا عن كورفيت سي 8 2020 الجديدة، وهي واحدة من أهم الموديلات المنتظرة هذا العام، كما أنها أول كورفيت تعتمد على محرك في وسط الجسد. وتتمتع السيارة بمقدمة جريئة بفتحات هواء كبيرة وغطاء محرك أنيق ومصابيح أمامية نحيفة فوقه، مع رفارف خلفية عضلية ونافذة زجاجية تعطينا لمحة عن محرك V8 الجديد. كما نرى مصابيح خلفية أنيقة وجناحا خلفيا صغير ونظام عادم رباعي رياضي. وتأتي الداخلية بمقود مربع التصميم ولوحة عدادات رقمية 12 إنش مع نظام معلومات ترفيهية محدث ليكون أسرع وأسهل في الاستخدام، ونظام تحكم صوتي وشاحن لاسلكي للهاتف، ونظام أوديو بعشر مكبرات صوت. وتعتمد السيارة على محرك V8 سعة 6.2 من 10 لتر جديد في منتصف الجسد بقوة 495 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر، متصل بجير أوتوماتيكي مزدوج بثمان سرعات ونظام دفع خلفي. وبالنسبة للسعر، فقد أكدت الشركة أنه أقل من 60,000 دولار، 225,000 ريال، وهو رقم رائع لسيارة رياضية بمحرك في المنتصف، ويعني ذلك أنها أرخص من السيارة الأمريكية الرياضية الأخرى بمحرك في المنتصف فورد جي تي بحوالي 400,000 دولار، ما يعادل 1.5 مليون ريال. ما رأيك في الشكل الجديد لكورفيت؟ شاركنا بالتعليق.